معانا صعب يعني. الكهرباء بالجايزه، والزار محمد شريف كان رايح ياخدها منه. لا علي لطفي دوشي ده لا قبلها كان محمد شريف والله يعني. اه هو كهرباء خد المان اوف ذا ماتش. هتشوف دلوقتي محمد شريف يعني هو الاحق ولا ايه؟ والله يمكن يقسموها يا كابتن. لما تيجي تسالنا على احسن لعيب نبقى نقول لك. ما تقوليش اربعه. هقول لك بس. اتفضل يا كابتن بلال. هم كلهم بيتصوروا مع كهرباء. فمباراه يا كابتن اللي جاي مباراه صعبه طبعا اكيد يعني، على كل المستويات طبعا، فريق مختلف وقدرات مختلفه، امكانياته في الوقت يعني في الوقت الحالي مع في الدوري المغربي هو تقريبا الرابع اعتقد او الخامس. الخامس اعتقد يعني، برضو الفروقات مش كبيره خد بالك، كانه خمسه، بس لو ما تبص على جدول الترتيب هتلاقيه 35 والفرقه اللي قدامه يعني مش كبيره قوي يعني، ممكن يبقى ثالث رابع يفنش يعني، وممكن يبقى تركيزه خد بالك، ممكن يبقى تركيزه في بطوله افريقيا برضو لانه ممكن مهمه جدا بالنسبه له، اهم من الدوري العام. ولكن على كل المستويات هو فريق جيد يعني، الفرق المغربيه تطورت بشكل كبير جدا جدا كتكتيك في الفتره اللي فاتت دي يا كابتن يعني. صحيح. الفرق لا يستهان بيها، تقدر تلعب كره مميزه، اعتقد هم ممكن يبقوا اكثر تنظيما من بعض الفرق المصريه اللي انت بتلعبها، فالمباراه هتبقى مختلفه شويه.